دوامة. هيفا الحبيب مريزق. ايه الاسم هذا موجود على الورق ولا اسم شهرة ولا اسم فني؟ انا الوالد الله يرحمه اسمه حبيب ولقب مريزق برشا يغلطوا لي فيه، دونك اخترت اني نكون هيفا الحبيب اللي هو اسهل في النطق ومريزق ما نحيتوش بالطبيعة. دونك اسم البومة موجود. اي الله يرحمه، ربي يرحم. تعيش. تتصوروا فخور بيك بوك اليوم؟ نتصور، خاطر كان اول واحد شجعني اني ندخل المجال الاعلامي واللوجو فيزيوال، اول واحد من الناس اللي امنوا بيك، من الموديلينج للتلفزة، مشوار سريع جدا الهيفا، تجارب في الإذاعة للناس متعرش. بدايتك كانت بالإذاعة زاد؟ بدايتي كانت في التمثيل 2018 و 2019 دخلت للإذاعة، عملت إكسبرينس تاع 3 سنين في نجمة اف ام، كانت تجربة حلوة برشا وقعد حبي للإذاعة دايوغ إلى يومنا هذا. حبك للإذاعة إلى يومنا هذا، ثم جات التلفزة وبدأت التجارب ما شاء الله في نسق سريع إلى درجة نوصلوا نلقاو يعني أفيش مثيرة بصراحة وحيرت برشا الناس اللي شافوا أول مرة برنامج جديد يضم في التقديم وتقديم ثنائي هيفا الحبيب مريزق وحاتم بن عمار. اي لو غران حاتم بن عمار، لو غران حاتم بن عمار اللي نسلموا عليه ونحيوه الأستاذ حاتم بن عمار. وقت اللي كان الطرح ولا قالوا لك راه باش تقدم برنامج مع حاتم بن عمار، كنت مستعدة باش تقف مثلا وحاضرة انك تواجه ولا تتقاسم بلاتو مع حاتم بن عمار هيفا؟ كان يكون ليا انا الشرف اني نتقاسم البلاتو مع اعلامي كيما حاتم بن عمار، كيما الاستاذ حاتم بن عمار. بالطبيعه فما الخوف، فما التراك اللي تحسه الخوف من الاداء، من نظره الجمهور، من تقييم الجمهور وتقييم لي بروفيسيونيل زاده. اما كان فخر بالنسبه لي انا اني نجم نكون بجنب حاتم بن عمار. سألت من الأول مثبتين أنا تحبوني مع حاتم بن عمارة ولا هاي فرصة جيت وخلنا نبدأ؟ ليه فرصة جيت؟ ما عليش باش نسأل عليه. فرصة جيت؟ مي. اليوم البرنامج يرى النور لكن بدون حاتم بن عمارة. بدون حاتم بن عمارة. تعوضوا سوسن معالج. سوسن معالج اللي نسلموا عليها برشا زادة. تو نحكيوا عليه البرنامج نجيو. أسباب غياب حاتم بن عمارة؟ والله الحقيقة ما نعرفش، سي إنتاجية. أي مشكلة إنتاجية ممكن على ما نعرفش الديتا. ما تسألش ما تقول شنو حاتم بن عمار؟ انا نخدم على روحي، معناتها جو سوي لا باش نخدم. الى هذه الدرجه من الاحتراف؟ اي لا معروفه عليا اللي خدمت معاهم الكل ينجم يقولوا لك انا جو سوي لا باش نخدم، لا باش نعرف الاسباب، لا مسببات، لا غياب، لا حضور، لا هذاك شنو راي وهذاك شنو يحب وهذاك ما يحبش، نخدم على روحي وكذا. البدايه كانت الحلقه الاولى لحد اللي تعدى البرنامج نلقاوه في سهريه لحد في البرايم تايم. استوديو 9 هكا؟ استوديو 9. استوديو 9. استوديو 9. استوديو 9 هو البرنامج الجديد اللي نلقاه مع تقريبا المحافظه على بعض العناصر القاره اللي كانت في البرامج السابقه. اي اللي كانوا معنا في الكل في الكل بلوس والكل في الكل قبل. العربي المازني، العربي المازني، معز دنيز، قادور لارتيستو. درساف شعل تلتحق في قدمها. درساف شعل ان شاء الله خاطر ما حضرتش معنا خاطر الوالد نتاعها. ربي يرحمه والدها. الله يرحمه. فما حنان شجراني معانا زادا، سامي دريدي اللي كان معانا. لكن البرنامج جديد. برنامج جديد. برنامج جديد. يختلف في المحتوى، في الفكر، في التوجه. هو برنامج ترفيهي، سي ان توك شو. ما تنجمش تقول يختلف في المحتوى ولا ما يختلفش، خاطر بطبيعتك انت فما اكتواليتي تحكم فيك، فما لو كوتي نتاع الاكتواليتي والسبيتش اللي باش يكون موجود. دونك انا ما نخيرش، ما نحبش نقول انه الكل في الكل بلوس ولا ستوديو 9. هذا ستوديو 9 برنامج اخر على روحي. هذا برنامج جديد وتحدي جديد ليك وللفريق ككل. اي باهي، خلينا نسالك بصراحه وجاوبني ان تيرم دو بورسنتاج، باش نعطيك معطيات وقسم لي. عندك 100% البرنامج، قسم لي فيهم. الغايه من برنامج ستوديو 9 الربح المادي، شهره اكثر، افاده الناس والترفيه عليهم، لو نقسموه. تحكي بالنسبه لي انا؟ بالنسبه لك انت. الربح المادي ما نجمش نحكي على ربح مادي اليوم، معناتها ما انا يلزمك تفهم انه نخدم في المجال هذايا بغرام وبمحبه، مازلت مانيش نحكي على ربح مادي. بغرام وبحب؟ ليش؟ ليه مش ببلاش. اوكي. لكن ما نجمش نحكي على الربح المادي ونقول مش اول شروطي في التفاوض قداش نخلص. واضح.
المنشطين الاثرياء الكل اللي ليه مش منشطين فيها النقطه هذه ليه انا نقولها نحن اللي نحن اللي نقتاتوا من الميدان هذا نطالبوا بحقوقنا كنا نقتاتوا منه ايه الاثرياء انتم اما انا بالحق نخدم فيها باغامور انت بغرب. مثلا عندك اون فورماسيون فما برشا ناس عندهم اون فورماسيون معناتها وقارين انا ليه باه انت حبا في الميدان حبا في الميدان باه دونك الربح المادي قداش نعطيوه من 100% نعطيوه 70% 70% لا ما فهمتنيش بالصحيح ليه لي اقل 30% 30% سامحني باهي لو انتيرا شهره شهره الحقيقه 100% 100% 100% معناها انا الم... نعمل فيها الشهر اي مانيش باش نقول لك نعمل فيها باش مانيش نعمل في برنامج ثقافي انا باش نثقف ونوعي الشعب انا هوني باش نحب نحب على الشهر افاده الناس والترفيه عليهم قديش في ساريه لحد غدوه العباد تصبح تخدم والله زاد الحقيقة 100% 100% معناتها اي نفرهدوا على الناس ونبدلوا لهم شوية جو هذا المطلوب ردود الأفعال من الحلقة الأولى سعيدة بها؟ الحقيقة اي فرحانة الابتسامة ظهرت عليك اي الحقيقة فرحانة ما زلت باش نطور من روحي ما زلت نتعلم كل حلقة باش نتعلم على اللي قبلها وإن شاء الله نطور من روحي وإن شاء الله نكون عند حسن ظن المشاهدين والناس اللي وثقت فيها وعلى رأسهم معدة البرنامج مروة رمضاني تسلموا عليها طبعا أي أما كي نشوف ردود الفعل من أصحابي من الناس على لي ريزو سوسيو في الشارع الحقيقة الحمد لله فرحان فرحانين بالرتور تاع الحلقة الأولى أيه. نعرف مو سهل عبد باش يأثث بماتيير تاع كل جمعة فيديوهات يتصوروا بي دي وغيره سي سبونتاني اللي يصير ولا فما حاجات مفتعلة مثلا من بين الحاجات اللي صارت عليهم بوليميك كبيرة في الحلقة الأولى وتحكي عليه برشا يعني كان هالفيسبوك أنا القناة تحكي عليه لو مومون اللي بعد السيكونس اللي تصورت على البو سيكونس هذيك من العبرة والتأثير وقت اللي قدور الارتيست وبكى وكل سيتي سبونتاني ولا محضر هاي نبكيو؟ لا سيتي تخي سبونتاني سيتي تخي تخي سبونتاني دايوغ احنا على أساس باش بعد العبرة باش نقدموا نعملوا إهداء القدور الفيديو اللي عديناها في الكل في الكل بلوس عم ناول وقت اللي هي جيبوه كرمبوه اي كرمبوه وجيبوه يخي قدور انهار غيرمون نهار وهو يتفرج في العبره دونك سيتي تري تري سبونتاني ومسكين معناتها انت زيدا شفنيك بكيت وتاثرت انا كل ما نسمع اغنيه على البو كل ما يمس الاب بالنسبه لي حتى وكان الوالد توفى عنده 4 سنين تبقى ديما الوجيعه موجوده ترافق سورتو الطفله بنت بوها دونك الوجيعه تقعد موجوده ديما طفله بنت بوها نقطه باش نرجع لها بعد الفاصل فما البنيه بنت امها زاده نعرف علاقتك ببنتك نحكيوا عليها من بعد شويه ناخذوا حوالي الكيسات وراجعين الدوامه يا فيما على الراديو مرحبا بكم جديد الناس كل قاعدين تسمعوا فينا رجعنا لكم مكملين حوارنا مع ضيفتي لليوم هيفا الحبيب مريزق تحب التقديم بالاسم الثلاثي هيفا اي نحبها بالاسم الثلاثي حبت الاسم الثلاثي الاسم الثلاثي دونك سؤالي ليك هيفا مريزق في النقطه هذيا في وقت البرنامج كنت نسال فيك على الحاجات اللي سبونتاني وحاجات اللي محضرين الكلاش بينك انت وقدور العلاقه لبرا من الاستوديو صعب ولا ما عليك هكاك ساعات تطلع وتهبط وما للتوضيح انا وقدور نختلفوا في الاراء باه واختلاف الاراء لا يفسد للود قضيه قدور زميلي ودايوغ كيما انت كنت تقول صار كلاش اول الحلقه بيني وبين قدور لكن وقت اللي قدور بكي في الفيديو نتاع العبره انا كنت من اول الناس اللي يمشيوا له لانه قدور انسان انا نختلف معه في المواقف لكن لكن علاقتنا نقعدوا زملاء ونحبوا بعضنا ونحترموا بعضنا ونقدروا بعضنا المواقف تختلف انسانيا متفاهمين البرة تخرجوا تحكيوا مع بعضكم اصحاب شنو فادلكوا نضحكوا ناكلوا فرد صحن اخوات معناتها زملاء اخوات البرة من الخدمه اختلاف اللي فما موجود بيني وبين قدور اختلاف ايديولوجي اختلاف الاراء لا يفسد للود قضيه وبالعكس يخدمنا احنا في البلاتو اشهاريا يسوق اكثر مش اشهاريا انا مش نحكي اشهاريا انا نحكي الاختلاف بالعكس خاطر هو جات النظر وانا المثل في دونك الاختلاف لازم يفو دو تو بور فيغ ان اوندرا اي دونك الاختلاف اللي ما بيننا انا وقدور هو الاختلاف اللي نجم يكون موجود عند التوانسه في الشارع التونسي اللي اليوم انت عندك فكره وانا عندي فكره لكن هذايا ما يمنعش اللي احنا نقدروا بعضنا ونحترموا بعضنا توبي من ذنبك يا هيفاء الاغنيه الشهيره
ضحكك نحسها تنرفزك انا توا ضحكتك. ليه خاطر بوتا ماما ولد ضحكني انا عم ناول بدينا نبرتي انا ضحكتك قالها قدور تنرفز. اي كي يقولها قدور ينرفز سيرتو الكونتكست بتاتر. اما تقول لك حاجه محمد توبي من ذنبك يا هيفا وليت عباره موجوده في تونس يستعملوها التوانسه يستعملوها زاده الساده المشاهدين اللي من المغرب العربي اللي نوجه لهم تحيه توبي من ذنبك يا هيفا ولات اون فراسكول. يجيوك مساجات فيها؟ اي نهب التصوير يكتبوا لي توبي من ذنبك يا هيفا في الشارع في الشارع يقولوا لي توبي من ذنبك يا هيفا معناها. وحتى هيفا في فتره من الفترات عملت عمره وشفناك في تساور وستوريات تاع العمره ما بدل شيء. ليه ما يبدل شيء؟ العمر هذيك على روحها معناتها ما قلت لك سي ديفوني اون فراس كولت. انا ما عادش تقلقني اليوم على خاطر سي ديفوني اون فراس كولت معناتها تعرفت بها. تعرفت بها ما يقلقنيش ما نجمش نقول كلام غير هذا. باهي هي علاقه روحانيه بينك وبين ربي هو سؤال باش نساله لكن تنجم تقول لي نخليه في خانه اخرى ما نجاوبش عليه. العمره هيفا عملتها عن قناعه وبايمان والنفسيه محتاجه لزياره الكعبه محتاجه اني نعمل عمره ونتصالح مع روحي ونتصالح مع ربي ولا فقط مرحله استشهاريه مع كنت باش نعمل ستوريات وشويه دعايه هاني مشيت العمر؟ اولا انا العمره نتاعي ما كانتش سبونسوريزي هذايا للتوضيح وحاجه ما لا بيي لا حتى شيء لا اوتيل يافي با دو سبونسور بالنسبه للعمره نتاعي. والعمره نتاعي كان اختيار مني انا وجافي بوزوان دو لو فير وكنت قلتو قبل اني انا كنت جافي بوزوان دو فواياج سبيريتويل السفره روحانيه خاطر ممكن بتيت وقتها حسيت اني بعيده شويه على ربي بعيده شويه على طاعه ربي فحسيت انه نفسانيا كنت محتاجه لاني نزور العلاقه كانت تتطلب انه واحد يقويها شويه بزياره الحرم المكي. واضح النقطه اللي من بعد هيفا وقت البرنامج الاستوديو 9 موجود الحقائق الاربعه في ساريه لحد الزوز من بين الملفات اللي تم استعمالهم برشا وتحكي عليهم برشا وصارت عليهم بوليميك هو انستا تحايل ولا انستا غرايب وهو المؤثرين ولا اللي انستغرامور اللي انستغراموز كيفاش يستغلوا مواقع التواصل الاجتماعي باش يتحايلوا. انت من الناس اللي تخدم برشا على انستغرامك؟ اي نخدم على انستغرام. المعطيات اللي سمعناهم ولا اللي شفناهم انه نوع من التحايل لو يصح استعمال المصطلح انه تشرير دي فيك فولورز تستعملهم ولا توهم الكليون انك عطيت جاب روتور نتاعك وكل تستعملوا هيفا ولا بعيد على هذا؟ لا انا دايوغ باغمي لي بيرسون خاطر شفت برشا في الانستغرام وعلى لي ريزو سوسيو هبطوا للتوضيح احنا ماناش معنيين احنا ماناش معنيين معناتها المجرب تهمسوا مرافقه. ما انا ما عنديش علاش باش نعمل توضيح. انا نعرف ما كريديبيليتي بالنسبه للناس مانيش نشري في دي فولورز جون اي با بوزون ونعتبر انه با بوزون انه يكون عندك 500,000 فولور ولا 1 مليون دو فولور وفيهم الفيك. اما لو بلوز important sur Instagram, c'est le retour نتاعك. Donc le retour il est lié للكريديبيليتي انك تكون على حق. خلينا نعمل تلا قداش عندك هيب 124,000 متابع فولورز ريال براتيكمون يتفاعلوا معك ريال يتفاعلوا معايا وقاعدين يكبروا بشوي. في عقلي مانيش مزروب ما حشيش انا باش يوليو لي 500,000 توت سويت. انا الانستغرام اللي تابعوا فيه نعتبرهم كيما العائله انستغرام فاميلي معناها دونك من جو ني با بوزون باش نكبر الانستغرام. ولو نحب نبعد انت ترجعني العائله والعائله والعائله العائله ما اهمش من العائله محمد. كي نقول لك شنو نقطه ضعفك في الحياه؟ بنتي وامي. بنتي وامي اي بيا وامي. الى درجه انك مستعده تبعد على الميدان والغرام واللي تحبه لو واحده فيهم تطلب منك تبعد؟ اتو ماما اي انا كان نهار امي تقول لي مانيش راضي عليك في المجال هذا ولا ما معناتها انا كي تعديت اول حلقه اول حاجه كلمت امي باش خديت رايها دونك نعرف شويه كواليس انا اي واحد يكلم امه بعد اول حلقه باش يسال وكل علاش يبكي؟ خاطر خاطر انا في الدنيا هذه مع برشا ناس ممكن تعرفش لي انا تعبت معناتها جاتني فتره صعيبه وكل في الدنيا هذه ما لقيت كان امي وقفت معايا حتى كي نغلط امي ديما في ظهري سيرتو بعد ما توفى الوالد الله يرحم. دونك رضا امي هو ما رضا الله الا برضا الوالدين والرسول صلى الله عليه وسلم قال امك ثم امك ثم امك
فانا امي كي تقول لي انا راضي عليك نهد جبال. هذاك عليه امي كي نحكي على امي ما نجمش دمعتي ما تخرجش. تخاف لنهار تقول مش راضي عليك ولا تخاف لنهار تقول ليه اللطف معناتها حياتي تقف كان امي ما ترضاش عليك. اللطف نعرف علاقتك بالوالده ربي يفضلها. بنتك هذيك هذيك الشمس والقمره والهواء والنفس والدنيا هذيك هيفا اللي يشوفوها الناس حاجه والام حاجه اخرى. مالها اللي تقوم توصل للقرايه وتحضر هذيك الام هذيك هذيك هي الام اللي تقوم وتقري وتشعبت هذيك الام بيسير ظلع في ظلها جبتها ملا من التحضير مع بي. والله هي تنجم تقول نجم نقول لو تقول لك بنتك نحب ندخل العالم هذا نهار ولا باللي شفته سعيب فيه وباللي شفته نشجعها كاني الي باسيوني نشجعها اي ونساندها ونقف معاها ونكون في ظهرها علاش لي مادامها الي باسيون هي تبارك الله عليها الحقيقه مغرومه واللي تبعوا فيها على انستغرام يعرفوا بيا معناها دايغر كي تغيب عليهم شويه يقولوا لي خي ويني ويني بي فوالا مغرومه وعندها بوكو دو بوتونسيال دونك الحاجه اللي باش تفرحها واللي باش نشوفها تخدم فيها بفرحه وبحب باش نشجعها عليها. المظهر قداش عنده قيمه عندك؟ عنده قيمه عنده قيمة برشا لدرجة قبل الحلقة تاع اليوم غير التجميل المكياج نتاعك مشيت عملت شوية زريرق اليوم كالكذا ليه البارحة خاطر ستوريات شفناهم قبيلة شوي البارحة عملت زريرق قبل الحلقة عاد شوية كودي كلا شوية أمور لا بيان سور لازم لازم ما عندكش مشكل ليه ما عندي حتى مشكل عليه عملية تجميل عاملة ولا؟ ليه عاملة ما يقلقش ما عنديش مشكلة عليه شنو ما فماش العقدة هذه اليوم اوني اون 2023 معناها عملية التجميل هي حرية شخصية هي راحة نفسية واختيار شخصي معناها لكل واحد وعلاش باش نقول ليه ما عملتش ولا ليه؟ وجهي ما عملت فيه حتى شيء هكا هو عافينا من الديتاي خلينا في الوجه ما عملت فيه حتى شيء اي وجهي ما عملت فيه حتى شيء نعمل فيه ديزانجيكسيون في بوتوكس ممتاز باهي يقولوا لك ساعات تشبه رانيا التومي يشبهوك برانيا التومي ديما يشبهوني برانيا التومي اللي نوجه لها تحيه نحبها برشا ما تغشكش الفازه علاه باش تغششني رانيا ما شاء الله عليها زين وعين وخدمه وعندها برشا ما تقول في روحها معناتها بالعكس عليه باش نتغش فما مثلا شكون نهار شي يسلم عليك على اساس رانيا ليه يجيو يتصبروا معايا على اساس رانيا انا في مصر يعيطوا لي رانيا كريمه كان من بعد كي يقربوا لي كي يدوروا يثبتوا اي ما من بعيد سي رانيا. حتى رانيا يقولوا لها يا هايف معناها النجومية نتاعكم الزوز ولا التشابه ما يقلقش. ليه بالكل عليه ساعة قلت لك محلاها هي مزيانة وكل دونك عليه باش نتقلق بالعكس. وسؤال أخير تبعت زواج رانيا التومي؟ إي تبعت ربي هنيها وربي قوي يساعدها وإن شاء الله بالرفيه والبنين كما يقولوا. زواج تحبوا يكون بالحجم هذاك من التغطية الإعلامية والحضور ولا تحب حاجة هكا سكريت و لا أنا الحق توا ما كان نتزوج نحب حاجة سكريتو زواج يخصني انا برك خاطر اللي لاحظته واللي شفته هو انه كل ما معناها كبرت لها لمه كبرت لها لمه نجم نقول العين حق مش باهي ف عيشوا حياتكم بستر ربي وربي يهني الناس كل ان شاء الله. في نفس هذا الموضوع سؤال اخير نكمل به ريشيرش صغيره على مواصفات زوج رانيا التومي جيت باش نقول على مواصفات هيفا لحبيب مريزق نلقاوه لازم لباس عليه ويشري لي ديامون وكل لا مش حكايه تشري لي ديامون يدللني من حقي اني نطلب انه ندلل معناتها هذا يدللني باللي يقدر يدللني باللي يدللني باللي يقدر ولا داركم راهم للزوني دارك مع الشيكات وللزيتوني ويتصرف والبنوك راهم يسالوا لا ما نوصلوش لهيك للشيء هذا ما باغ كونتخ يدللني انا نحب البلي كل الناس عزيزة بابا ودلول بابا الله يرحمه ان شاء الله ربي يرحمه دونك جستيم اني نستحق كيما انا ندلو ايوه اي لازمنا حلقه اخرى ما لذي نحكيو عليه كل النجاح والتوفيق ان شاء الله تلقاو رانيا التومي وكامل فريق تواريت كل النجاح والتوفيق تلقاو هيفا لحبيب مريزق في سهريه لحد على قناه التاسعه في برنامج الاستوديو نوف نحن هكا نكون وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم نسلم عليكم ناس الكل شكرا على اختياركم يا فهم في الوقت هذا سلم برشا على الفريق فريق الاعداد ايه بالغايب في الاعداد هند المجدي طارق الحناشي في الاعداد ايضا عز تويتي في الاخراج ايمان ووئام في اف ام تي في صديقنا رؤوف الاحمر وياسمين في الويب انا مبقى لي كان نقول لكم نهاركم اسعد الايام نتقابلوا غدوه ان شاء الله في حلقه جديده ويا مرحبا. الدوامة